سلاح منفلت وما أنتجه من انعكاسات سلبية كان مردودها على الشارع العراقي. وجه على إثرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة خاصة لتعديل قانون الأسلحة العراقي بما يحجم من انتشار السلاح المنفلت من خلال فرض عقوبات رادعة تصل للإعدام لمن يطلق العيارات النارية بصورة عشوائية والحبس لمن يحتاز السلاح بغير صيغة قانونية. هذا القانون المهم جدا اللي هو قانون 51 سنة 2017 صار اقتراحات كبيرة جدا وتعديلات كبيرة جدا، فلذلك أنهت اليوم الجلسة الختامية بحضور السادة أعضاء مجلس النواب قسم من عندهم، وصارت حوارات مهمة جدا تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون. الورشة الختامية التي ترأسها مستشار رئيس الوزراء مهند النعيمي هي الأخيرة التي من المفترض أن القانون سيرحل بعدها إلى مجلس النواب الذي سيرحله بدوره للدورة المقبلة لضيق الوقت وانشغال عدد من النواب بالحملات الانتخابية. يفترض ما بعد هذه الورشة يتم إرسالة إلى مجلس النواب، أكيد سوف يرحل للدورة المقبلة، لم يبقى إلا فترة قليلة لمجلس النواب، شهرين، واليوم الكل تعلم بأن الكل مشغول بدعايات الدعاية الانتخابية، لا أعتقد بأن هذا القانون سوف يشرع بهذه الدورة. تعديل قانون الأسلحة يهدف بالدرجة الأساس لتقليل انتشار السلاح المنفلت وحيازته من قبل المواطنين في المنازل بغية فرض الأمن وتقليل الجرائم. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.